أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخ الزين الصباح الناصر السعودي الصباح إن مشاركة دولة الكويت أمس الجمعة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بمرور 20 عام على إطلاق البرنامج العالمي للشباب أثبتت أنها دائما في المقدمة فيما يخص أمور التنمية الشبابية المستدامة. افتتحت منظمة الأمم المتحدة أعمال اجتماع الذكرى 20 لإطلاق البرنامج العالمي للشباب والذي يحضره معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح بصفته رئيس المجموعة العربية للدورة الحالية 38 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث تطرق معاليه في كلمته التي ألقاها إلى المنطقة العربية وما حققته من إنجازات في الأجندة التنموية العالمية وتحقيقا للمساواة بين الجنسين بالالتحاق بكافة المراحل التعليمية. ولم ينسى معاليه ما تمر به المنطقة العربية من قضايا تنموية معقدة كالبطالة وضعف المشاركة الشبابية في المجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه ما اتخذه مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الأخيرة من قرارات هامة لتطوير السياسة العربية للشباب. آن الأوان أن نثبت وجودنا اليوم على الساحة العالمية، آن الأوان أن نقول الكويت موجودة وظالة إن شاء الله بشبابها وشاباتها، آن الأوان أن نقول الكويت هي المستقبل، آن الأوان اليوم أن نقول الكويت هي بالنسبة لنا مو بس نص الحاضر وكل المستقبل بل كل الحاضر وكل المستقبل. يعطيكم العافية. والله طبعا احنا وجودنا هني بقيادة معالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب الشيخ سلمان محمود الصباح، طبعا نتشرف هني ككون الكويت هي تتشرف في رئاسة مجلس وزراء الشباب في الأمم المتحدة. يعني رسالتنا تكون واضحة أن دورنا في الكويت ودور الشباب، والحمد لله يعني احنا وجودنا وجود الوفد الشبابي رسالتنا وضحت في الأمم المتحدة، ونتمنى من الله إن شاء الله أن يسدد خطانا للأصلح والتنمية الشبابية في الكويت. عندما نتحدث عن فئة الشباب فلابد أن تكون دولة الكويت حاضرة كمركز للعمل الإنساني بفضل توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنساني، وإيمان سموه رعاه الله بدور الشباب وما يمثله من ثروة حقيقية إذا ما استثمرت بالشكل المطلوب لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. احنا الان رسالتنا اللي قاعد نركز عليها بالدرجه الاولى هو ان يكون هناك تمكين واضح وفعلي للشباب، وقابلنا مجموعه من يعني المسؤولين على مستوى الامم المتحده وخاصه مكتب مبعوث الامم المتحده، ركزنا على قضيه تفعيل التنفيذ، فكثيرا ما تكون هناك لقاءات، كثيرا ما تكون هناك مؤتمرات ومحاضرات وندوات، ولكن نفتقر إلى التنفيذ. احنا ودنا التوصيات اللي يطلع في هذا البرنامج أن تكون قابلة للتنفيذ وتنفذ دون تأجيل. الكويت طبعا كدولة يعني معروفة في عطائها للمجتمع العالمي كله، هم تبرعت في يعني كمية مال لدعم هذا المكتب على أساس يستمر ويخدم الجميع ومنها يخدم الكويت في قضايا. الدعم الكويتي نراه يتبلور في التبرعات التي قدمتها الكويت للمشاريع التنموية خلال القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت فيها وبلغت قيمتها 500 مليون دولار، وها هي الكويت اليوم تقدم تبرعا بقيمة 1,500,000 دولار لمكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب حرصا على تثمين هذه الشراكة ودعم الشباب. الآن وبعد هذا الاجتماع بات من الضرورة أن يتم تفعيل دور الشباب في جميع المجالات وأن يصبحوا شركاء في اتخاذ القرار، وهذا ما طلبت به دولة الكويت المشاركون بهذا الاجتماع. منير القلاف وفي التلفزيون دولة الكويت نيويورك.